السلام عليكم البنات، معكم فاطمة تافينيس. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم بفيديو جديد، نصايب معكم واحد الوصفة كتجي زوينة بزاف لرجلينا البنات، كتخليهم رطبين ونقيين، خصوصا لقدام البنات كتخلينا فيهم واحد اللوين زوين اللي كيعجبنا. بسم الله، ندوزو للمكونات البنات. عندي هنا واحد صابونة الحجرة البنات، غادي نحتاج نحك فيها واحد شوية، وعندي هنا عصير الحامض والماء وردة البنات، حتى هو غنحتاج منه شوية، ومعلقة كبيرة ديال التحميرة وبابريكا، والرز البنات الرز مطحون عندي واحد المعلقة ونص، وعندي هنا واحد القريعة هادي ديال العكر الفاسي اللي كتباع بخمسة دراهم. المهم البنات غادي نحك شوية في هاد الصابون ونرجع ليكم. انا حكيت شويه هاد الصابونه البنات، المهم هاد الصابونه هادي حكيت فيها واحد شويه. المهم القياس اللي غادي نحتاج، نتوما يا في هاد المكونات اللي عطيتكم غديروا القياس اللي غتحتاجوا تزيدوا ولا تنقصوا. المهم انا عندي هاد شويه هذا اللي عندي هنايا، غادي نزيد مع هاد الصابون عصير الحامض البنات عصرته. بسم الله، المهم ندير واحد القياس تقريبا 3 المعالق البنات، نخليه هنايا طير صاب ليا، مهم تيولي بحال الكريمه هنايا. غنزيد مازال معاه الماء ورد، جوج معالق البنات ديال الماء ورد، وغنخليه هنايا تقريبا واحد نص ساعه، عاد نرجع ليكم باش نكملوا المكونات اللي بقاو لينا. هذا هو الصابون ديالنا البنات اللي خليتو طرطب ليا بحال هكايا، المهم ولا بحال شي كريمه بداك الماء اللي درت ليه وداك العصير الحامض. وغنزيد معاه دابا المكونات اللي بقاو، غنديرو التحميره. بسم الله، غنزيدو العكر الفاسي والرز البنات، وغنخلطو هاد الخلطة هادي بحال هكايا، وغنزيدو مازال الماء ورد، لي بغات البنات دير الصابون البلدي بلاصة هاد الصابون تالحجرة راه ممكن ليها ديرو، ولكن هاد الصابون تالحجرة تا هو كيجي زوين وكيرطب رجلي. شويه البنات نخلطو مزيان هاد الخلطة هادي بحال هكايا، وهاد الخلطة هادي كتخلي لينا رجيلات ديالنا رطبين وزويونين. نزيد مازال شويه ديال الماء عافية البنات، شوف البنات راه بحال هكا كتجي، شوف كتجي زوينه بزاف كيما كليكم. وكنشدوها ونديروها لرجلينا مزيان، ونلبسو ليهم الميكا عاد تقاشر البنات، ونخليوها واحد 3 ساعات حتى 4 سوايع صافي، ونغسلوها. كنديرو ليها بحال هكا البنات في رجلينا، شوف بحال هاد الطريقة هادي كما قلت لكم، ونغسلوها مزيان ملي نخليوها 3 ساعات حتى 4 ساعات، ونغسلوها مزيان ونحكو رجيلاتنا. من بعد البنات كنديرو شي كريمه ولا ديك زيت الزنجلان ولا زيت اللوز، كلهم هادو كيجيو زوينين. وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم البنات، وان شاء الله تقولوا عليا في التعليق ديالكم زوينين. الوصفه ديالنا البنات ديروها جوج المرات في السيمانه، راه تبارك الله راه كتعطي النتيجه البنات. الشهر ان شاء الله غادي تعطيكم النتيجه، كتخلي رجيلات رطبين وبيضين وواحد اللوين زوين كتخليه في القدام، وكتحيد التشققات اللي عنده في القدام. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا جيم وتبارطاجيو ليا القناه مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم، وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.